مشاهدينا في كل مكان، مساكم الله بالخير والنور والسرور وتيسير الامور، وحياكم الله ويانا في هذه الامسيه الجديده واللقاء الجديد من برنامج اماسي اللي يطلع على حضراتكم يوميا في تمام الساعه الثامنه في توقيت دوله الامارات. حفظ الله من كل شر. في البدايه ارحب بزميلتي منيه. مساء الخير يا منيه. مساء النور احمد والسعادة. والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده من برنامج اماسي تجمعنا وياكم على خير، وطبعا بنختم فيها هذا الاسبوع ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقات مميزه وفقرات مميزه، ومستمر اماسي على فكره حتى في نهايه الاسبوع الجمعه والسبت لا يفوتكم باكر وعقب باكر بعد تتابعون حلقاتنا اللي جهزناها لكم من اروع ما يكون باذن الله. لكن بما انه تواصلكم معنا يهمنا، وبما أنه مقترحاتكم تهمنا، دعونا نذكركم بطرق التواصل معنا في البرنامج amasi@smc.ae، هذا البريد الإلكتروني، صفحتنا على الفيسبوك، على تويتر، انستغرام، أو على أرقام الهواتف المبينة الآن أسفل الشاشة. نشوف فقراتنا. إلى الأفقرات. وكل على الله. بسم الله. كرنفال خورفكان، احتفالات وفعاليات في الهواء الطلق. سيارتي، أول مجلة إماراتية إلكترونية متخصصة بالسيارات الفارهة. مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية يختتم أعماله. وإلى أولى فقراتنا، وطبعا إلى الفرح والبهجة والمسرات، حيث تعيش الشارقة هذه الأيام أجواء من الاحتفالات المتواصلة والمتنوعة الفنية والثقافية، احتفال هنا واحتفال هناك. غدا ينطلق بعون الله للعام الثاني على التوالي كرنفال خور فكان المسرحي الذي تنظمه إدارة المسرح بإدارة الثقافة والإعلام بالشارقة في مدينة خور فكان، وبمشاركات محلية ودولية متنوعة تقدم فنون الأداء المتنوعة. نعم أحمد، وتجرى فعاليات الكرنفال على امتداد كورنيش خور فكان الذي يتمتع بجماليات متنوعة بالطبيعة الخلابة. عن هذا الكرنفال في دورته الثانية وعن هذه الاحتفالية ويانا طبعا السيد محمد الياسي مدير موقع كرنفال خور فكان المسرحي. مساء الخير يا محمد. مساء النور وسرور ونسعى. حياكم الله. نشكركم على الاستضافة. يا حياك الله. يا حياك الله. كرنفال الغد بيكون عندنا كرنفال جميل ورائع ومتميز، والسنة الثانية على التوالي إن شاء الله. حدثنا عن هذا المهرجان اللي طبعا يهم إمارتنا ويهم طبعا خور فكان تحديدا. إن شاء الله. كرنفال بشكل عام هي مهرجان مسرحي شعبي اجتماعي يطل على كورنيش خور فكان، يتضمن عدد من البرامج والعروض، وراح يبتدي بالمسيرة وتختتم بمسرحية هاي كيكرز، بالإضافة إلى عدد من الفنون والفرق الشعبية وفلكلور يمني وأفريقي وشامي ومصري. يعني جايبين كل الجاليات العربية الموجودة محمد. كل الجاليات العربية، وطبعا في كل الدورات نحن نحرص على هالشيء. زين، جزاكم الله خير. نجذب أكثر عدد من الجمهور لحضور الكرنفال. دخلنا في التفاصيل اكثر، معلش انت الحين اعطيتنا يعني مثل ما يقولوا لمحه عامه احمد، لو دخلنا في التفاصيل اكثر، اول شيء دخلنا في تفاصيل المسرحيات، خلينا نتكلم عن المسرحيات اللي سوف تعرض غدا وتوقيتها ولاي فئه مقدمه. راح تعرض ثلاث مسرحيات، هي مسرحيه من بلاد الفراوله ومسرحيه الشبح الظريف، وراح تنتهي المسرح ختام المهرجان راح تكون مسرحية هاي كيكرز للجمهور عامة والأطفال بالذات، يعني شبح الظريف هي مناسب للأطفال. الأطفال أكثر شيء. الأطفال أكثر شيء. يعني أنتوا أول شيء بتبدون بالمسيرة. مسيرة الساعة كم بتبدأ؟ راح تبتدي المسيرة إن شاء الله من الساعة الرابعة مساء. أربعة. أيوة. ما شيء الصبح عندكم؟ لا. من أربعة العصر. عقب الصلاة. من عقب الصلاة إن شاء الله. إيه. إلى مدة من وتبتدي المسيرة من دوار أوشنك إلى دوار المينا. أوكي. ويضم المسيرة طبعا عدد من المشاركين من نجوم المسرح وكذلك الخيول والفرق الموسيقية. يعني المسيرة بتكون على الأقدام؟
على الأقدام. على الأقدام مش أيوة. بالسيائر أو شيء. أوكي تمام جميل. وتوجد بعد بإضافة إلى درجات النارية. وايد زين. وايد زين. يعني عندنا مهرجان أو كرنفال بيتم معنى الكلمة غدا، يعني ليس فقط مسرحيات، وإن كان أطلق عليه مهرجان خرفكان المسرحي. مسرحي. طيب. تبتدي بالكرنفال عندما نحدث كرنفال راح تبتدي بالمسيرة، بعد ذلك راح نبتدي بالمهرجان. طبعا بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من نجوم الإمارات من أمثال أحمد الجسمي، سيف الغانم، فاطمة الحوسني، يعني أكثر عن 20 شخصية بيكونون في المسيرة. بيكونون في المسيرة وأيضا راح يقدمون عروض للجمهور. طيب مكان المهرجان بيكون على شاطئ خرفكان. أيوة. إنزين هناك شو موجود؟ على شاطئ خرفكان طبعا نحن ابتدينا بالمهرجان قبله بأسبوعين. زين حضروا له. أيوة حضرنا موقع وخلصنا منها وتوجد هناك عدة من الأخشاق. والأخشاق طبعا في هالسنة دعمنا الأسرة المنتجة لتشارك معنا. كيف دعمتوهم؟ نعطيناهم الأخشاق يعني بدون مقابل مجانا. جزاكم الله خير. بالإضافة إلى ذلك هناك تقام ورشة لأجمل قناع. لأجمل قناع. قناع. أوكي. أيوة. للمسرح. نعم. وبالإضافة إلى ذلك الجديد المهرجان عندنا بيكون عروس الكرنفال. طبعا تكون تبتدي من المسيرة. تبتدي من المسيرة وراح تنتهي في راح تتوج العروسة بارتداء زي مختلف. زين. لا أنا ما فهمت هذه ما علينا. عروس الكرنفال. عروس الكرنفال. نعم. هي تعتبر ارتداء زي غريب. وجميل في نفس الوقت. زين. وله هدية قيمة بمبلغ 10,000 درهم وراح تتوج في البرامج في وقت الفعالية. جميل جميل. رائع يعني كرنفال عالمي ما شاء الله. يعني أنا عندما أحضر بعض الكرنفالات العالمية أراها نفس البرنامج ونفس التنسيق. صح. تقريبا. طيب استعدادكم لهكذا المهرجان وكرنفال طبعا وإن كان هو يوم واحد أكيد الاستعدادات أخذت وقت كبير ونسقتم طبعا جهودكم مع جهات كثيرة من أجل أن تفرزوا هكذا مهرجان. حدثنا عن الاستعدادات كيف كانت؟ طبعا بدينا الاستعدادات من قبل 3 شهور. نعم. يا فريق عمل من فنيين ومن لجان عدة لجان. وبعد ذلك بدأنا أطلعنا الإعلان في وسائل التواصل. نعم. الإعلام في الجرائد والصحف والمجلات في بداية الشهر. وأخذنا في تجهيز الموقع 2 أسبوع تقريبا. كفو. متوقع إقبال كبير بيكون باشر؟ إن شاء الله. طيب. شو رأيك نشوف استعداداتكم؟ توكل على الله. شوف أحمد. شوف. يلا نشوف الاستعدادات. يحتضن كورنيش خرفكان الاستعدادات النهائية لانطلاق كرنفال خرفكان المسرحي بنسخته الثانية والذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وذلك يوم غد الجمعة 30 يناير الجاري ولمدة يوم واحد. يقدم الكرنفال لزوار شاطئه العديد من الفعاليات الفنية المميزة والجديدة بأجوائها الكرنفالية الفلكلورية المسرحية المختلفة والثرية بثقافات متنوعة في ظل خصوصية جمال مدينة خرفكان الخلابة. الجديد في كرنفال خرفكان في هذه الدورة هو مسرح النجوم والذي هو عبارة عن فقرات ارتجالية يقدمها عدد كبير من نجوم المسرح الأماراتي، وهؤلاء النجوم منقسمون إلى 4 فرق. الفرقة الأولى بقيادة أحمد الجسمي، والفرقة الثانية بقيادة سيف الغانم، فرقة بقيادة فاطمة الحوسني، وفرقة بقيادة سعيد سالم. أيضا الجديد في هذه الدورة عروس الكرنفال، وهي مسابقة لأجمل وأغرب زي في الكرنفال، وستكون جائزتها ضخمة 10,000، وحتى الآن عدد المشاركين تجاوز 160، وكذلك الكثير من المسابقات الشيقة في هذا المهرجان المسرحي. وهذا المسرح أيضا هناك الكثير من الفقرات المسرحية الجديدة والمهمة في هذا المهرجان. نحن الآن نقوم بعمل لمسات الأخيرة في أول جدارية في خرفكان مناسبة كرنفال خرفكان المسرحي الدورة الثانية، وهي الجدارية
يعني بتبين بتوضح التراث الإمارات بطريقة كرنفالية. استعدادنا لكرنفال خرفكان المسرحي والمشاركتنا للسنة الثانية على التوالي، والأكلات اللي بتكون عندنا إن شاء الله اللي هي الأكلات الشعبية والأكلات الشرقية. اليوم بشارك تدريب فعاليات كرنفال خرفكان المسرحي. الجميع على موعد مع مفاجآت رائعة تنشر الفرحة والبهجة والمتعة والمعرفة لمختلف الفئات والأعمار. ففي كرنفال خرفكان المسرحي ستتجدد حميمية التلاقي المباشر بأبي الفنون ومبدعيه من النجوم والفنانين. أنا اليوم مستانس وايد وايد مستانس، أول شيء على كورنيش خرفكان مع الأطفال هذه الحلوين، ونعم في السيارة نسوق لمهرجان كرنفال خرفكان المسرحي. أقول لكم شيء، يوم الجمعة الساعة 3 خلوكم معانا، وايد أشياء حلوة تعجبكم، أموت عليكم. يوم المهرجان بيكون تاريخ 30 يناير يوم الجمعة. كرنفال خرفكان المسرحي عرس فني ساحلي مميز يقدم 10 ساعات من المرح والفعاليات الفنية الساحرة، محققة النهضة الثقافية الحديثة على المستوى المحلي والإقليمي. كرنفال خرفكان المسرحي. أهلا بحضراتكم من جديد. كما شاهدتم مشاهدينا التقرير عن الكرنفال بيبدأ باكر بإذن الله، كانت ختمة جميلة في التقرير طفولية، وهنا يمكن قد يستدعي نسأل ماذا جهزتم للأطفال باكر؟ شو عندكم للأطفال؟ طبعا من غير العروض المسرحية بيكون هناك في ألعاب ورش للأطفال كتصميم القناع تحت إشراف ياسر سيف. تصميم شو؟ الأقنعة. وفي نفس الوقت بيكون مسابقة هاي. زين. ويكون في ألعاب، معظم الألعاب بتكون مجانية للأطفال طبعًا. وبالإضافة إلى ذلك. الألعاب بالمجان هذا أهم شيء. ألعاب مجانية. زين. هاي. طيب المسيرة ما براصدين مثلًا جوائز مثلًا لأجمل دراجة، لأجمل لا. مثلًا شكل معين، لزي معين غير زي القناع؟ لا، في هالسنة ما الدورة الأولى كانت هناك لأجمل سيارة، بس في هذا السنة لا. يعني بس المشكلة أنت مسوينا يوم واحد، يعني خلينا مثلًا يومين ثلاثة. والله هل يعني الكرنفال دائما يكون يوم واحد، ونحن تحت دراسة يعني نخليها أكثر عن يوم. إيه. بس يعني حالات الشيء يكون قل ودل. قل ودل. الله يقويك. طيب احنا وصلنا للختام، لكن على عجالة يعني لو تعطي السادة المشاهدين التوقيت متى بيبدأ، ومرة ثانية تذكرهم بالمكان تحديدا، وحفل الختام إذا كان عندكم حفل ختام أو المسرحية الختامية. أول شيء ندعو الجمهور لحضور كرنفال خرفكان المسرحي الدورة الثانية، إن شاء الله بيبتدي من الساعة 4 غدا إن شاء الله مساء، بيبتدي بالمسرحية بالمسيرة وتختتم حتى منتصف الليل بيكون. جميل. وتحديدا في على امتداد كورنيش خرفكان طبعا. نعم نعم. اذا مهرجان خرفكان المسرحي ان شاء الله غدا بيكون في تمام الساعه 4 على امتداد كورنيش خرفكان، ولمده يوم واحد. صح. وان شاء الله بيبدا بالمسيره وبينتهي حتى ويمتد حتى منتصف الليل، تتضمن طبعا الكثير من الفعاليات والمسابقات والجوائز الموجوده هناك، وكل شيء طبعا بالمجان، توكلوا على الله. مشكور يا محمد. جزاك الله خير. الله يقويك ان شاء الله. الله يحفظكم. مشكور. ان شاء الله بنزوركم باذن الله. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام متواصلين معاكم، ولكن بعد الفاصل. سيارتي اول مجله اماراتيه الكترونيه متخصصه بالسيارات الفارهه. حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم مشاهدينا. طبعا طموح ضيفينا سبق كل سرعات السيارات، طاقتهما الداخلية في الوصول إلى المركز الأول لن تصل إليها أكبر الطاقات. فكرتهما تعدت تصوير الفيديو والنقاط طبعا التقاط الصور والاكتفاء بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وارتأى أن يصوغ فكرته
في أو على هيئة مجلة رياضية، فاكتمل جمال زينتها بالفوز بلقب أول مجلة إماراتية في الشرق الأوسط تهتم بأمور السيارات الفارهة أو الرياضية. نعم علي الحمودي وطبعا صديقه سعيد طنيجي إماراتيين حلقا بخيالهما عاليا فعنقا إبداعهما السماء، طمحا إلى العلا فقطعا بسرعة سيارتهما مسافات طويلة. وفي هذه الفترة نستضيف أو في هذه الفقرة تحديدا نستضيف الإماراتي صاحب هذا الإنجاز المهندس علي الحمودي وسعيد طنيجي رئيس قسم الطرقات الوعرة في مجلة سيارتي. السلام عليكم. مساء الخير يا علي. السلام ورحمة الله. مساء الخير. كيف أنتم عساكم خير؟ نحن في الفاصل شفنا سيارتين كانن، أنا ما أذكر السيارة الثانية شو كانت بس شفت مزيراتي. أول واحدة كانت هذه مزيراتي قبلي. مزيراتي واللي قبلها مزيراتي نازلة. إيه؟ واللي بعدها أستون مارتن فانكوش. أستون مارتن. إيه أستون مارتن فانكوش 2015. فانكوش 70. لا مش 7 هذه 177. آه أوكي. هذه شبيهتها. تمام. إيه نعم. أنا بكون وياك صريح. أنت تقول مجلة رياضية. أنا ريال مشاهد من بعيد، أنا شفت تشفيط على الهواء. فسر لي اللي أنا شفته. أول شيء قبل ما نبدأ أنا حاطين على عليا. أول شيء قبل ما نبدأ أهنيكم بصراحة على البرنامج الأكثر من رائع ودعم الشباب الإماراتي دائما. اللي شفته نفس ما قلت، هي احنا متخصصين الحين احنا في وقت تخصص جميل، فأنا ما أقدر يعني، والناس أذكياء والمشاهدين أذكياء، فأنت ما تقدر أنك أنت تروح أنا اليوم أجرب سيارة صغيرة وأروح باكر أجرب سيارة قيمتها 10 مليون، فالناس ما بتاخذ مني، ما عندك مصداقية بيكون. ما يعني هذا ما ينفع. فنحن متخصصين في السيارات الفارهة والسيارات الرياضية. جميل. فالسيارات الرياضية يعني أكيد فيها شو؟ تفحيط، وأنها هل فيها سباق. ثبات سباق، يعني فيها عزم فيها وفيها قدرات غير عن أي سيارات عادية. بالضبط. قبل أيام قبل أنت يعني السائق هو اللي يتحكم في السيارة فقط لا غير، إذا أنت كنت سائق محترف أنت بتقدر تتحكم بالسيارة. لكن اليوم مع تطور التكنولوجيا صار لا، صار أنك أنت مثلا واحدة من السيارات أنك أنت تقدر تلف على الحلبة. الفرق بينك بين إنسان عادي وريسينج درايفر 4 ثواني. تمام. وهذا يعني رقم خرافي، وين واحد عادي شخص عادي يمتلك هذه السيارة. فهذا اللي بيخليك أن فإحنا لما أنت اللي شفته هذا نحن نجرب هل هذا السيستم اللي هم قالوا أنه هذا السيستم يقدر يخليك أنت كإنسان عادي مثلا تخلي السيارة تمشي عرض درفتين كامل. درفتين كامل. فهل هذا الكلام صح؟ فنحن نجرب هذا يعني. طبعا نحن نختبره في بكل وسائل السلامه، واذا كان في شيء محتاج ان نحن نكون في حلبه نحن اكيد بنكون في حلبه. زين، يعني انا فهمت الحين ويريد صححني اذا انا خاطئه. تفضل. فهمت انه مجلتكم هدفها تقديم خدمه لاصحاب السيارات او اللي هم مقتني اللي يقتنون سيارات رياضيه او انهم متخصصين في مجال السباقات الرياضيه في السيارات الرياضيه، من اجل انكم تخبرونهم هذه السياره هذه تنفع او ما تنفع، تصلح او لا تصلح او الى اخره. اكيد هذا ليس كذلك. هذا ما فهمته. هذا واحد من الاشياء. ايه. لكن اعطينا الهدف الثاني. احنا باختصار يعني المجلة. عشان نخليها يعني مثل ما تقولي مختصره وكل الناس تعرفها، الإمارات بشكل عام هي يعني مثل ما تقول تجذب الأشياء المميزة. واحد من الأشياء المميزة هو السيارات الرياضية اللي موجودة هنا. احنا دائما وفي شغف كبير في الإمارات ودول الخليج حتى لحب السيارات هذه. لحب السيارات هذه نحن اللي نسوي بكل بساطة، أنا نحن نشارك الناس حول العالم بالشغف الإماراتي بهذه السيارات. جميل. سعيد، في برنامج يطلع على قناة البي بي سي، هذه قناة معروفة، والبرنامج هذا عمره الآن 25 سنة، اسمه توب جير. تمام. ريتشارد هاموند الموجود، وفي الريال الثاني جيرمي كلاركسون. هذا ريال 25 سنة يسوق سيايير من كل فج عميق مثل ما يقولون، ما خلى سيارة ما ساكها. لما يعطيني الفيدباك ماله أو يعطيني رأيه في السيارة بناء على اتفاق وعلى دراسة ما بينه وبين الشركة المصنعة، تمام؟ أنا الآن لما أسمع سعيد أو علي يقول لي رأيه مثلا في الأستون مارتن ولا في مثلا في المازيراتي، بناء على شو؟ بناء على الشيء اللي أنا جربته. أنا جربت السيارة هذه، شفت الأشياء التكنولوجيا اللي فيها. نحن تعجبنا مثلا السيارات الجديدة، فيها كل سيارة فيها تكنولوجيا جديدة. طيب. فنحن نجرب هالتكنولوجيا. إذا أنت شفت السيارة واقفة في العرض فيقولوا لك بس إن فيها التكنولوجيا الفلاني، ما بتحس فيها. تمام. إلا إذا أنت شفت او انت جربت. تمام. فنحن هالشيء اللي نسويه. مثلا السيارات اول ما تيجي تنعرض في الشوروم، ما حد يجربها وما حد، بس في
ان توصلنا دعوات من الشركات او المصانع هذا اللي انا بجرب هالاشياء. تمام يعني في هناك اتفاق ما بينكم وبين الشركه المصنعه. تمام نتعامل مع احنا حتى يعني راي خبير يعني اراء ذات خبره يعني مش متخصصه ارائكم مش اراء هو طبعا احنا اول ما تنزل السياره في شيء اسمه اللي هو قبل قبل ما تنطلق السياره لاونشينج بالضبط اللي هو بري لاونشينج اللي فقبل ما تطلع سياره للناس يعني احنا قبل فتره قبل شهر تقريبا كنا مع مزراتي في عمان كنا مع مزراتي في عمان نجرب كل انواع مزراتي قبل ما توصل هنا قبل ما توصل لمزرعه المزراتي الاخير 6 سلندر هذا ال 6 سلندر وجربنا كل انواع كل انواع مزرعه كانوا مكملين 100 سنه بالضبط من اول ما بدات الشركه يعني انتم خبراء هو مش هو احنا ما احنا انا ما بقول ان نحن خبراء نحن يعني نسوق في حلبات سعيد خبير في الـ في الـ او يعني متخصص في الطرق الوعره يعني الواحد ما يقول عن نفسه خبير لا لازم تقول عشان تقنع المشاهد يعني بمجلتك يعني المشاهد هو اللي يشوف ويعرف السيارات بيعرف اللي هذا اللي يسوق ويتحكم بالسياره يعني انا الان لو سكت المزيراتي او مثلا قلت لي سير اشتري مزيراتي اقول لك شبهها تشيكتها غاليه وما اعرف شو وشبهها بس لما انت انا اسالك مرجعي انت بالضبط لما انت تقول لي تعال اشتري المزيراتي خلي التشيك على صوب انت تاخذ سياره يعني سياره سياره يعني ما اتكلم عن مزرعه المزراتي ما ادري ما بدافعين ولا درهم نحن ما اتكلم عن مزراتي هو ما يقصده احمد وانا اؤيده في حقيقه المرجعيه الصادقه هي. المتخصصه أكيد. يعني احنا ما نريد بس نقول يعني ما طبعا بس ما, بس ما شاء الله عليكم انتم تفهمون في السيارة لا شك يعني اقول لك ما بالسيلز اللي في الشوروم يبيعك سياره ويمشي لا هذا بالضبط السيلز اللي في الشوروم يبيع ايوه هو يبيع يعني احنا ناخذ طبعا هذول اصدقائنا ونحن نعرفهم ودائما يكون عندنا مثل ما تقول يعني دائما نحن نتضارب مع بعض لكن على كب في كوفي يعني نشرب قهوه زين خلينا نشوف الفاصل ونرد نكمل سالفه السيلز وسالفه حلوه وخيت ومركز مع علي الله برد يعني برد لاحمد لان المخرج كالعاده يعني مصر وملح نحن نطلع فاصل نشوف الفاصل عن السيارات حياكم الله من جديد ومتواصلين وياكم. قول شو كنت بتقول؟ اللي كنت بقوله ان في وايد ناس يوقفوا صوب السياره ويتم يتكلم لك نفس الكلام اللي هو يقوله لك سيلز مان او باع السياره، السياره فيها واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ويتكلم لك نص ساعه عن السياره. ونصها غلط. ماركتينج. جوزها جوزها. لا ما عليه ما عليه، في مسميات غلط يعني سامحني انا شفت كذا برنامج. ايوه فنحن مثلا اعطونا سياره قالوا هاي السياره يا جماعه فيها فص زين زر. تضغطه يطلعك من الرمله. احنا دائما شو نسوي؟ انا اقدر اوقف جنب السياره واشرحها، لكن احنا اللي سويناه كالاتي: طلعنا مثلا اخذنا السياره هذه وطلعنا من الذيت اللي تابعه لمنطقه الاماره الشارجه ورحنا لراس الخيمه في البر ووقفنا السياره في نص الرمل وضغطنا هذا الزر وشفناه قدام الناس كلها هل بيطلع سياره ولا ما بيطلع؟ ما طلعك. طلعها. فيعني نحن نجرب الموضوع هذا لانه لا تقول لي سيستم الهامرنج هذا اللي هو اللي هو كراولينج سيستم الهامرنج هذا الزحف اوكي الزحف فهو يطلع انا في سيائر فيها سيستم الهامرنج هذا تم الدقدق بعمر لين تظهر ايوه نفس السيستم هذا السيستم شو يخلي يوزع القوه بين التوائم السيارة. طيب خلينا نعود الى المجال ما عليه تركب شو تركب بركب سياره شي منيح متأزم من السيارات واصلة السيارة لكم إنزين خلينا نعود للمجلة هل المجلة فيها فقط هكذا خدمة ولا في خدمات أخرى أيضا تقدمونها لأصحاب أو للناس اللي هاوين سيارات رياضية طبعا إحنا أول شيء كان عندنا شيء اسمه البطل لأن نحن نتحافل البداية أن نحن نتلاقى مثلا مع واحد من الأبطال الموجودين في الإمارات جميل لأن نحن نعيد الرؤية اللي أنا كنت أتكلم فيها اللي هو نحن نروي الناس الشغف الإماراتي بالسيارات فالحين في الثلاثة أشهر الجاية بيكون مثل ما تقول عندنا إعادة ستراكشر عرفت فبيكون شو أن عندنا تجربتي إعادة هيكلة في ان عندنا اللي هي تجربتي لكن بيكون شيء ثاني اللي هو بيكون علي اون كار وبيكون في شيء ثاني اللي هو انه اي حد احنا نشوفه
او مثلا متسابق او مالك سياره نادره، هذه نحن ما نقيمها، وسياره عمرها 100 سنه او شيء، هذه نحن مثل ما تقول بنطلعها في برنامج. بس ما تسوقونها ها؟ والله على حسب الانشورنس اللي على حسب شو اسمه. فهذا نحن هذا الناس نبي نتواصل معاهم لانهم هم خبراء عارفين السياره، يعرف كل فص في السياره، سيارات قديمه كلاسيك، فهذا الناس نحن متواصلين نستفيد منهم. زين سعيد، لو انا ابغى اشتري سياره ومتردد، تمام، اسمع كلام لكن ما اعرف السيلزمان او البائع، هذا يبي يبيع في نهايه اليوم يبغى فلوس، عقب ما تاخذ السياره قبضك الباب ولا يدريبك. زين وتسمع كلام، والله مثلا سالت منيا، سالت الربع، سالت، ما حد اعطاني خبر او يعني شيء تجربه انك تجرب السياره احسن شيء. هل مثلا بقول لك اسوي مثلا اطرش لك مثلا على الايميل واقول لك والله يا سعيد انا بشتري سياره معينه، هل انت بتساعدني في هذا الحاله؟ صار هالشيء. كيف؟ كان على فراري، نوع من انواع الفراري، كان ويا علي، كان الشخص محتار بين سيارتين، كانت الفراري اف اف والاف 12 والاف 12 خلى على الاف اف زينه. فنحن قلنا له يعني نحن كنا مجربين السيارات الثنتين، وقلنا له هذه شو نقاط القوه ونقاط الضعف اللي فيها، نحن كشباب بس انك كلام بس. تفاجئنا عقب كم من يوم شي مطرش لنا بوست ان هالسياره انا خلاص شريتها، شرى الاف اف. ولو تقرا بين الكومنت اصلا في الانستغرام بتشوف مثلا فلان ترى السياره اللي انت قلت اللي في ال 15 يوم هذه، في ال 15 ثانيه عفوا اللي في الانستغرام، ترى انا على بناء على هالفيديو انا اخذت السياره هذه، ولا انا اخذت السياره. عندهم قناه على اليوتيوب؟ عندهم موجوده اليوتيوب. عندهم مصداقيه بعد، انه اصبحتوا ريفرنس، اصبحتوا يعني مرجعيه كواليفايد من الشركات. الحمد لله، يعني احنا نتعامل مع وكلاء الشرق الاوسط. يعني جميل. اللي دحين انا باخذ سياره مثلا، لو انت تحب الموزراتي، لو قلنا موزراتي، انا اتواصل مع وكيل الشرق الاوسط، واتمنى ان نحن نتواصل مع اللي هو الوكيل. ولا انتم فيكم تفيدون بعد الحريم على فكره اللي يسوقون سيارات، لان معظم الحريم معظمنا يسوق سيارات لا 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 فارغة. انا دائما ما نعرف وايد اوبشنات فيها، يعني وايد اوبشنات. انا رايي الحريم، انا رايي الحريم هذا نحن واجبنا ان نخبرهم عن كل شيء. الحريم يسوق سياره واحده الهامفي اتش 1 هي الوحيده اللي عشان يدرسوا كل حد وبيكسرونه. زين، احنا حقيقه سعدنا بوجودكم ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وان شاء الله بنتابعكم على الانستغرام وبتكونوا المرجعيه لنا باذن الله. ان شاء الله خلكم عقب الحلقه بنيرب كم من سياره اني في البارك. مشكله ان شاء الله. انت لازم نوديك الوكاله بروحك تجرب كل السيارات. هذا زين، هذا زين. شكرا، مشكورين، الله يوفقكم ان شاء الله. متواصلين وبعد الفاصل ان شاء الله. مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية يختتم أعماله. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. استمتع رواد القصبة وجزيرة العلم بفعاليات مهرجان الموسيقى العالمية الثاني، والذي أقيم في الفترة بين 16 و26 من شهر يناير الجاري، وكان ذلك بمشاركة نخبة من الموسيقيين البارزين من أرجاء العالم بأسره. قبل أيام انتهت فعاليات المهرجان الذي نظمه مركز فرات تقدوري للموسيقى العالمية بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، حيث أقيمت عروض فنية موسيقية رائعة بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية من 13 دولة عربية وأجنبية على مسرحي القصبة وجزيرة العلم وأيضا مسرح المجاز، بالإضافة إلى حفل الافتتاح الذي أحياه الفنان العراقي كاظم الساهر وأنا حضرته على مسرح المجاز للمرة الأولى. كل الناس حضروا احمد. زين، لا مش كل الناس يا المهرجان مني. لا والله كان ما شاء الله كان يغص عن بكره ابيه المهرجان في دورته الثانيه وما حققه من نتائج. معنا اليوم طبعا الحديث اكثر عن هذا الموضوع الفنان المبدع فرات قدوري المنسق العام لمهرجان الشارقه للموسيقى العالميه في دورته الثانيه. اهلا وسهلا بك. مساء الخير استاذ فرات، حياك الله ويانا. اهلا وسهلا. نبدا من الاخر، من الاخر ما هو التقييم؟ ليش اختلفتوا على الحضور كاظم؟ ما فهمت. كل ما اقول حضرت شيء تقول لي كل الناس حضروا. مش كل الناس حضروا؟ لا ما شاء الله كان. لا لا مش كل الناس. لا هو حضوره متميز كان. يا سلام، شفتي خلاص 10-0 10-0 يا منى. لا هو التميز لا شك. لا لا اكيد، بس يعني احد
كان أداة مهمة لنجاح المهرجان هو أحمد الماجد. ما تقصر ما عليك زود، الله يسلمك. مشاركته بتقديم الفعاليات كان شيء جدا مهم. شفتي؟ طيب شفتي؟ كنت تقدم شفتي كيف ظلمتيني؟ شفتي كيف ظلمتيني؟ أنا وصلتني حسنات على فكرة منك. نبدأ من الآخر أستاذ فرات لو سمحت. الآخر هو تقييمك لهذا المهرجان في دورته الثانية حقيقة، لأنه نال إعجاب الكثير من الناس. نعم. أخذ يعني شهرة كبيرة على مستوى دولي ليس فقط على مستوى محلي، لاقى استحسانا بين الجميع الفنانين وغير الفنانين. فأنا أريد أن أسمع تقييمك كونك منسق لهكذا فعالية مهمة في إمارة الشارقة. بداية طبعا أشكركم للاستضافة الثانية للتغطية على المهرجان. الله يسلمك. بدون شك يعني كل مقومات المهرجان هي أدت إلى نجاحها، يعني حتى من أصغر شيء، بداية من الناس اللي دعموا ونشكرهم، إلى التنظيم. إحنا كنا تعاوننا، كنا إيد واحدة، أنا وشروق وموظفينا وموظفين شروق، كنا اتحدنا مثل ما يقول لك إيد واحدة ما تصفق نهائيا. طبيعي اتحدنا في سبيل أنه نقدم شيء راقي. الاختيارات كانت جدا مهمة، وأنا تعبت بصراحة بالاختيارات جدا لمدة سنة. الاختيار مو بسهل، أنه تنجحين المشروع هو أهم شيء يكون اختيارك هو صحيح. صحيح. هذا اللي كنا نتكلم عنه أستاذ فرات، يعني الملاحظ أن كل اللي كانوا موجودين واللي شاركوا على مختلف الحفلات حرصت كل الحرص أن يكون هناك فن، ولكن فن ملتزم جدا جدا، يعني شكلا ومضمونا جدا، سواء كان بشكل الفنان أو حتى مضمون أو حتى سيرته. الحمد لله، يعني هو بنهاية المطاف خلينا نقول كيف اخترتهم اختيارات تحديدا؟ كتوجه، توجه ثقافي، توجه أكاديمي، هذا الشيء الأساسي، البنية الأساسية للمهرجان توجهه ثقافي أكاديمي. من هالبناء أنت تقدر توصل للعالمية وتقدر توصل إلى زين. خلينا نعود الاختيارات. نعم. أستاذ فرات لو سمحت، جدا تعبت في الاختيارات، جملة استوقفتني حقيقة. بناء على أي معيار من المعايير تم الاختيار؟ أنت تعرفين الشارقة كعاصمة ثقافية مو بسهولة أنه يكون إبراز فيها الحفل، حفل كاظم الساهر. أي نعم. نعم. هاي أحمد موجود شفتي؟ أيوة. جم كاظم الساهر. تم غيظة جم وراء بالضبط. نعم. نعم. هذه كانت الحفلة رائعة طبعا. الحمد لله. عجيب عجيب. هو حليلة مسكين برد وتعب والجمهور بعده. وهذه حفلة أخرى. أيضا حفلة دكتورة إيناس والزميلة نسمة عبد العزيز أيضا رائعة جدا جدا. يعني كل الحفلات. هذه في مسرح القصبة. سألتينا على الاختيار، عن معايير الاختيار. معايير كيف الاختيار اخترت؟ أنا قلت لك كون أنه فعلا أنا أنتقي الأشياء الثقافية الأكاديمية كون تكون تكميلية للمستوى الشارقة الموجودين إحنا فيه، من مهرجان شعر إلى مهرجان مسرح إلى معرض كتاب. ما أقدر أنا أحط شيء تجاري يدمر كل هذه السياق اللي ماشي عليه الشارقة. صحيح. فأني تعمدت أنه اختيارات تكون أكاديمية ثقافية، توجهها فيها هدف، فيها رسالة. هذا الشيء كان كثير مهم، لذلك حتى يعني ابتداء بكاظم. كاظم هو أول إنسان ابتدى بالقصيدة العربية، فأول إنسان أعطى حق القصيدة لنزار والقباني وغيره، فالناس حبته من 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 خلال قصائده. صحيح. استمر بهذا اللون ونجح في هذا اللون الثقيل، خلينا نقول الأكاديمي الثقيل. فابتدينا بالمشروع بكاظم، ومثل ما شفتي التقديم كان رائع جدا، الحضور قرابة 4000. نعم. الحمد لله كل شيء كان رائع، التغطية الإعلامية كانت روعة جدا جدا. نعم. اللقاءات. نعم. يعني كل المقاييس. نعم. كانت بالنسبة لي هذه السنة 100%. الحمد لله. نحن بنشوف تقرير عن حفل الختام، برد إن شاء الله نكمل وياك. توكل على الله. تتمتع إمارة الشارقة بمزيج متناغم في مكوناتها الثقافية والعلمية والفنية، حيث تنظم الكثير من الفعاليات والمهرجانات في إطار رؤية الشارقة الثقافية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة.
ومن فعاليات الشارقة المتميزة مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية الذي تمتزج فيه روعة الموسيقى العالمية وأحدث ابتكاراتها مع أصالة الموسيقى العربية التقليدية وتوجهاتها المعاصرة بهدف تعزيز الحضور الثقافي والفني للإمارة ولدولة الإمارات. أشكر كل من شارك في هذا المهرجان ونجح هذا المهرجان بطريقة أن أصبح المهرجان مستضاف في كل مناطق من إمارة الشارقة. إذا تكلمنا عن فعاليات فأصبحت الفعاليات لا تقتصر فقط على القصبة ولكن على واجهة المجاز المائية. اليوم نحن في جزيرة العلم، أيضا في مسرح المجاز الراقي. أصبح المهرجان لا يختصر في موقع واحد ولكن انضمت كل المناطق السياحية في إمارة الشارقة لأن تصبح الشارقة هي علامة بارزة. عندما نتحدث عن الموسيقى فنتحدث عن الفن الراقي، لا نتحدث عن الفن الواطي، نتحدث عن فنانين على مستوى عالي جدا من الثقافة. تواصلت فعاليات المهرجان من 16 وحتى 26 من يناير الجاري حيث اختتمت فعاليات المهرجان على مسرح جزيرة العلم. الحقيقة مشاركتي الليلة بالمهرجان بتعني لي كتير لأنه يعني هي فرصة أني طل على الناس وأني أتواصل معهم، فكتير تعني لي المناسبة ومشكورين على الدعوة الأستاذ فرات خدوري بالمركز الموسيقي اللي بيترأسه وبإدارة مهرجان الشارقة لموسيقى العالم، فبشكرهم كتير على هالدعوة. قدم المهرجان لعشاق الموسيقى أبرز الأسماء في عالم الغناء إضافة إلى عروض لأبرع الفرق الموسيقية في العالم. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا، كان هذا حفل الاختتام لمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته الثانية. نحن نعود إلى ضيفنا الكريم أستاذ فرات. طبعا النجاح يجب أن يولد من رحمه أو من رحمه نجاحا آخر، ونحن طبعا نتوقع أنه المهرجان القادم بإذن الله تعالى استراتيجيته تكون يعني بنيت في ذهنك وهيكلته بنيت في ذهنك من الآن نوعا ما. ما الذي صعوبة بصراحة أنا طبعا وأكيد راح تسأليني شنو الجديد أو طبعًا. شنو المحضرة؟ لا أنا مش الجديد، أعطيني الاستراتيجية. يعني هذه استراتيجيتك هذه السنة كانت أن تتماشى مع سياق إمارة الشارقة، ستظل نفس السياق وستظل في نفس السياق. طب حتى نظل في نفس السياق إذا الاختيارات راح تكون أصعب ثم أصعب ثم أصعب. بالضبط. إذن ماذا سوف تفعل؟ يعني فعلا اليوم كنت على حديث مع شخص قال لي إذا السنة الثانية راح تكون عندك أصعب بكثير، لأنه الثالثة خلينا نقول، لأنه الاختيارات كانت موفقة جدا. فالسنة القادمة دائما راح يزيد الثقل أكيد بدون شك. تعرف لأن في ظل وجود أشباه المغنيين بالضبط والهابطين وما أكثرهم، موسيقى التجارية هي السائدة الآن للأسف. أحب أني أنوه لشيء للسادة المشاهدين، وطبعا هذا نحن باسمنا وباسم البرنامج نشكر طبعا الأستاذ فرات قدوري أن شارة تلك هي الشارقة هي من تأليف طبعا الأستاذ فرات قدوري، وكانت دائما ما تفتتح بها أي حفلة وأيضا تختتم بها أي حفلة، فكل الشكر لك. أيضا شكرا. أيضا الكورال الموجود هو اللي كان كورال مركز فرات قدوري هو من أدى هذه الشارة، وبنسمعها الحين عن طبعا بالقانون إذا نسمعها الحين. هذه لأول مرة أعزف هنا بالقانون إذا سمح، خلنا نسمعها منك.
دقيقة. هذه لأول مرة، لأول مرة تكون هناك شارة للمهرجان. نعم. خاصة بالمهرجان. هي إهداء مني للشارقة. أنا في الأيام الأخيرة من بدء المهرجان اجت بالي أنه أعمل شارة للمهرجان تكون هي ثابتة باسم الشارقة، وتكون ثابتة للمهرجان سنويا تبث قبل لأنه جميل. فكرت المهرجان الافتتاح بالنسبة لكاظم المسرح كبير تعرف، ف يعني عفوا يحتاج مني تبى تعزف الحمد لله، يحتاج انه يكون انه افتتاح للمهرجان صحيح. الكلمات لمن استاذ فرات؟ والله اني وضعتها ما شاء الله عليك، وطبعا كلمات يعني مؤلف وملحن لا 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 هسه شوف اني هي عملت تلك هي الشارقه الشارقه تلك هي الشارقه الشارقه فقط اظن تكفي، بس كان حاضر بالمهرجان المبدع كريم العراقي. نعم. قال لي أنا جدا حبيت المطلع فيا ريت لو نكمله، قلت له أنا جاهز. نعم. كملتوا إن شاء الله تكملونه. أي راح نكمله. أبا أقول شيء يمكن في حق هذا الرجل وفي حق طبعا شروق أيضا. نحن كنا في حفل الختام وكان من المفترض أن تكون هناك حفلتان، حفلة لأميمة خليل ولينا شمم يعني. نعم. ولكن في نصف في منتصف الحفل فرات قال لي انا بقدم شاب مواطن عازف على العود وايضا هو حاصل على دبلوم وحافظ لكثير من مبدع المبدع جدا مبدع يعني درس الصولفيج العربي نعم والشرقي مثقف موسيقي مثقف جدا مثقف هو موسيقي. العازف العود الفنان فيصل الساري. فيصل الساري خبرني عن قصه فيصل. فيصل والله أني يعني بصراحة تفاجأت بتليفون قالوا لي في شخص اتصل بي مروان العزيز والصديق بحصة. نوجه له التحية الرائع هذا نعم. وقف وياي من بداية المهرجان ما يقصر مروان السركال ما يقصر يعني وقفة أخ ما يقصر ونعم ما يقصر منه يعني نعم. قال لي فرات في شخص أريدك تسمعه تشوفه اسمه فلان فلان. أنا رأساً على طول باليوتيوب طلعت تفاجأت بالعزف بصراحة تفاجأت يعني على طول كلمته قلت له فيصل تجي بعد يومين. قال لي وين أجي؟ قلت له تجي تعزف بالمهرجان. قال لي كيف أستاذ يعني حتى مروان ما يعرف يعني هو قال لي شوف أتعرف عليه ما كان قصده أنه للمهرجان أو شيء لا هو كموسيقي قال لي في مواطن تتعرف عليه وعازف وممكن تتعامل وشاطر هو وشاطر وما يعرف كان مفاجأة صحيح. كلمت أبو حصة قلت له أبو حصة راح يكون قال لي كيف ما موجود هاوي ولا دراسة؟ لا دارس 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 باحتراف حتى يمكن صادق جعفر هذا يمكن من أهم العازفين على العود. أنا سألت صادق أنا تربطني بالصداقة يعني قلت له شو الريال؟ قال لي عجيب لا فنان. لا قال لي هذا يطلع يعني منه شغل عجيب فنان الحمد لله. أي كان يعني توفق هو أيضا وفرح لأن الجمهور كان ممتلئ. طيب احنا يمكن بدينا نشارف على الختام وما اخي ما تخلينا نتكلم احنا في الختام لا تنسى انه يقود هذا البرنامج مخرج وانا ملتزمه باوامر المخرج يا عيني نسمع من حضرتك لو سمحت مقطوع Thank you.
سليمتي يا داخل. أهلا وسهلا. أحسنت. الحين تكلمنا عن المهرجان، لكن جديد مركز فرات قدوري هذه الفترة بعد انتهاء المهرجان. في خطة إن شاء الله، هي أيضا راح تكون مفاجأة، راح نعمل مجلة سنويا. جميل. لحفلات شهرية في القصباء وفي جزيرة العلم. غير المهرجان؟ لا غير المهرجان، راح تكون عندنا أجندة سنوية إن شاء الله. إن شاء الله يعني سعيت بها الآن، يعني صار لي فترة دا أشتغل على هذا الموضوع، نسوي أمسيات موسيقية ثقافية شهرية. جميل. طيب لمن لا يعرف من سادة المشاهدين الكرام، مركز فرات قدوري نحن أيضا من حقك علينا كإعلاميين وكإعلام ومؤسسة شرق الإعلام أن نعرف من أنت ومن هو المركز ومن يرغب في الانضمام إليك وإلى مركزك، ماذا يفعل وماذا سيتعلم ومن هي الفئة ومن أي عمر تبدأ وإلى أي عمر تنتهي. أكيد شكرا طبعا، ممتن لك والأخ أحمد والقناة. لا واجبنا. المركز موجود في قناة القصباء، يعنى في ثلاث أربع أقسام. القسم الأول الموسيقى العربية، القانون والعود، والقسم الثاني الموسيقى الغربية، البيانو والجيتار والدرامز والكمان، وأهم الآلات بصراحة الأساتذة كلهم خبراء من أوروبا. أيضا في قسم للآرت، الأعمال اليدوية والرسم، وفي قسم مهم للأطفال البنات الحلوات للباليه، الكلاسيك باليه. فإحنا طبعا إضافة إلى مستقطبين كثير من العدد الأطفال، في حفلات شهرية للطلبة أيضا تشجعهم أنه يقفوا على المسرح ويستمروا في التوجه هذا الأكاديمي. نحن نتمنى أقل من دقيقتين، نحن بنودعك وبنودع السادة المشاهدين، وطبعا بنختم بمقطوعة جميلة من إيديك وعلى ذوقك على هواك. إذن مشاهدينا الكرام نحن وصلنا للختام، لا يسعنا في الختام أن نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة واطمئنة. برنامج أماسي مستمر وياكم في هذه الإجازة، تابعونا وتابعوا فقراتنا وبتستانسون عليها إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكورين وتحملوا على أعمار. راح أسمعكم حكاية سميراميس من ألبوم جناء المعلقة. توكل على الله.